مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنتناول فيها دلالات ومآلات عملية تبادل الأسرى بين السعودية والحوثيين. خطوة أخرى على طريق ينظر إليه البعض أو ينظر إليه إلى أنه مسار جديد للأزمة اليمنية، لا يقتصر الأمر على تقديرات المراقبين فقط، بل إن هذا هو ما أكده المتحدث باسم ميليشيا الحوثي أيضا، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التفاهمات بين الجانبين بحسب قوله. الخطوة على رمزيتها إلى أنها تأتي في سياق أكبر يتعلق بما بات معروفا من مفاوضات بين السعودية والحوثيين، أثمرت حتى الآن عن تبادل إطلاق دفعتين من أسرى الجانبين وتوقف المواجهات على الحدود، وهو ما يشير إليه البعض على أنه مؤشرات لصفقة أكبر. هذه الصفقة وبحسب ما هو متوفر حتى الآن ستكفل إيقاف الحرب من الجانب السعودي وضمان مشاركة الحوثيين في الترتيبات السياسية للمرحلة القادمة مقابل انفصال الحوثيين عن حليفهم المخلوع وتأمينهم الحدود مع السعودية. مشاهدين، دلالات ومآلات هذه الخطوة وتأثيراتها على مسارات الحرب والسلام في اليمن ستكون محور نقاشنا هذا المساء، ولكن مشاهدين قبل أن نشاهد هذا التقرير. خطوة أخرى خارج السياق أو على الأقل خارج السياق المعلن، السعودية والحوثيون في طريقهما لإنجاز صفقة تحقق أهداف كل منهما بعد حرب طويلة لم ينتصر فيها أحد. يتوقف الحوثيون عن مناوئتهم للسعودية وعن كونهم أداة إيرانية في خاصرة المملكة مقابل إيقاف الحرب وإبقاء الحوثيين جماعة فاعلة في المشهد السياسي اليمني. هذا السيناريو هو المتوقع حدوثه على ضوء تسارع الأحداث على ضفتي الحدود بين الجانبين. الخطوة الأخيرة التي تمثلت بتبادل ما يقارب 9 أسرى من الجنود السعوديين مقابل أكثر من 100 من الحوثيين كانت أكثر من مجرد تبادل للأسرى. وبتعبير المتحدث باسم ميليشيا الحوثي فإن العملية عززت بوادر التفاهم بين جماعته والسعودية على طريق يؤكد الكثير من المراقبين أنه سيقود إلى تسوية بدأت ملامحها تتضح أكثر فأكثر. ميليشيا الحوثي التي تحتجز ما يقارب 10,000 من اليمنيين بدون تهمة سوى أنهم من مؤيدي ما تسميه الجماعة عدوانا سعوديا، قامت أخيرا بإطلاق سراح جنود ذلك العدوان، فيما يبقى الآلاف من اليمنيين ينتظرون في سجونها متمنين أن يكونوا جنودا حقيقيين لذلك العدوان كي يتم إطلاق سراحهم. ولا تزال الجماعة تعطي دروسا يومية لخصومها في كيفية الدفاع عن الكرامة واستعادة الوطنية، ولكن بطريقتها الخاصة التي لا يفهمها أحد سواها. وبعيدا عن حقيقة أن مدفعية الشرعية أصبحت على مشارف العاصمة صنعاء، فإن مسارا آخر للصفقات قد فتح أخيرا وفازت به الميليشيا التي تسببت بكل هذا الخراب، فيما تبقى السلطة الشرعية غائبة عن المشهد تماما. إذن مشاهدينا، في حلقتنا هذا الليلة سنناقش دلالات ومآلات عملية تبادل الأسرى التي تمت بين الميليشيا والسعودية، وسيكون ضيوفي في هذه الحلقة كل من المحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك، ومن الرياض سيكون معنا الكاتب السعودي سلمان العقيلي، كما سيكون معنا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. نبدأ معك سيد إبراهيم، مساء الخير. يا مساء النور سيد إبراهيم. تبادل الأسرى للمرة الثانية في حين لم تنتهي الحرب بعد ولم يتأكد رضوخ الميليشيا لقرارات مجلس الأمن، كيف يمكن فهم الأمر؟ فهم الأمر هو ليس بالشيء الجديد، كما تعرف هناك محادثات سرية، هناك أشخاص من قيادات الحوثيين ذهبت إلى المملكة العربية السعودية بقرار التفاوض، فهي بادرة من حيث يعني الذهاب إلى ما يسمى بمؤتمر الكويت في الأسابيع القليلة القادمة. نعم. تبادل الأسرى أيضا يخفف بعض الضغط الدولي على دول التحالف بما فيهم المملكة العربية السعودية، كما تعرف هناك ضغط دولي كبير على إيقاف الحرب في اليمن وأيضا الضربات على اليمن من قبل التحالف العربي. نعم. فهناك يعني عدة طرق، وأيضا الحوثيين يودون الكفز على المخلوع صالح بالدخول بمحادثات مباشرة مع المملكة العربية السعودية. نعم. فهناك فقط لعب على الملفات، والحوثيون يودون الحديث عن هذه الصفقات
يدرك جميع السياسيين اليمنيين أنهم من غير الدخول أو التفاهمات مع المملكة العربية السعودية لن يستطيعوا البقاء في الحكم أو الدخول في سلطة قادمة. فالحوثيون ومن يتبعون المخلوع صالح يدركون ذلك تماما، فلذلك في كل حديثهم أحيانا يتحدثون عن الشقيقة السعودية وعن الدخول في محادثات مباشرة. دائما يتحدثون على هذه المسائل، الكل يدرك تماما. نعم سيد إبراهيم، السياسيين بالذات. نعم سيد إبراهيم، المتحدث أيضا باسم الميليشيا أشار يوم أمس إلى أن هذه الخطوة جاءت لتعزيز ما أسماها التفاهمات بين الجانبين. برأيك بأي اتجاه تمضي تلك التفاهمات؟ أنا في اعتقادي الكلام هذا هو فقط للاستهلاك الداخلي، فقط لمحاولة جر المقاومة إلى الانتحار والتصارع فيما بينها، بين هناك الآن محادثات مباشرة بين بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية أو بين الحوثيين والتحالف العربي. نعم. هذا مجرد فرقعات إعلامية في وجهة نظري، لا المملكة العربية السعودية ولا التحالف العربي ولا الشرعية اليمنية سوف تقبل بأي تسوية، أقلها إبعاد الخطر الحوثي من حيث تجريدهم من السلاح والسلاح الثقيل وإعادته إلى الدولة. ربما يكون هناك إدخالهم أو إشراكهم في العملية السياسية لكن بدون أظافر. لا أعتقد أن السعودية والدول الخليجية دخلت في حرب بهذا الكم في اليمن لغرض فقط إجراء محادثات مع الحوثيين في آخر المطاف. السعوديين لن يكرروا سيناريو ما يسمى بحزب الله في اليمن وهم الحوثيون. نعم. لن يقبلوا أي تهديد أو خطر من قبل أي مكون في اليمن، فما بالك بالحوثيين الذين اتجهوا إلى إيران وجلبوا إيران وملفاتها إلى اليمن. نعم. لغرض زعزعة الأمن في الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد. أي تسوية قادمة يدرك الجميع أنها ستكون تسوية سياسية بين نعم. أحزاب، وربما يكون من ضمنهم الحوثيون، لكن سيكونون منزوعي السلاح وفقط مجرد فصيل سياسي، هذا إذا أشركوهم في ذلك. بالنسبة للمخلوع يدرك هو ومن معه بأن نهايتهم بأنهم قد أتوا إلى النهاية. يعني أنا لا أعتقد أن السعودية أو التحالف العربي أو أي قطر سيقبل بوجود صالح أو حاشيته في السلطة، هذه مسألة مسلم بها من قبل الجميع. نعم، من خلال حديثك سيد إبراهيم أن يعني هذه الجماعة تسعى من خلال تصريحاتها عن أن هذه التفاهمات هي لإيصال رسائل للداخل، بالمقابل أيضا يرى البعض أن تصريحات الجانب السعودي فيما يتعلق بالتفاهمات أو المفاوضات التي تتم مع الحوثيين، تصريحات الجانب السعودي تقول بأن يعني أي تفاهم لن يأتي إلا في إطار الشرعية، بينما هناك خطوات تتم فعلا على الأرض يعني قد يشكك بها البعض أن هناك فعلا تفاهم قائم بين الجانبين. أنا لا أعتقد أن هناك تفاهم. إذا رجعت إلى ما الحديث حول حتى بداية ذهاب الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية، عندما ذكرت في وسائل إعلامها المملكة العربية السعودية تحدثت على مصالحة قبلية على الحدود، عندما دخل الحوثيون لانتزاع الألغام على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية. حتى السعودية لحد الآن تتجاهل الحديث عن أي حديث مباشر مع الحوثيون، ولم تعبرهم بأي نوع من المحادثات السياسية. ذكرت عندما كما ذكرت عندما تم نزع الألغام وتبادل الأسرى أنها بوساطة قبلية، ولم تذكر الحوثيين أيضا المحادثات، فقط ذكرت أن هناك وفد وجماعة يمثلون الحوثيين في المملكة العربية السعودية، فهي بذلك لا تتحدث حتى على حوار مع الحوثيين، لم تعطيهم أي ثقل سياسي أو أي معنى أنهم سيتحدثون معهم بغرض أنهم قوة سياسية موجودة أو قوة عسكرية موجودة على الأرض. نعم. فهم يتحاشون ذلك تماما، فما بالك في البحث عن أو البث في ملفات أمنية سياسية بامتياز. نعم. لا أعتقد كما قلت أنه إنجاح السعودية تحاول إنجاح يعني ملفها في اليمن من حيث إعادة الشرعية إلى اليمن، من حيث يعني التأكد تماما أنه لن تكون هناك قوة تهدد الجيران بما فيهم المملكة العربية السعودية،
وهي تود من خلال الملف اليمني أن تثبت للإقليم وللعالم بأنها لديها يعني ملف لديها قوة في الشرق الأوسط، وبحيث أنه لا يعني تكون رسالة غير مباشرة للإيرانيين بأنه لن يكون هناك أيادي إيرانية في الشرق الأوسط. فالملف اليمني بالنسبة للسعودية هو ملف كيان ووجود. نعم، وضحت الصورة سيد إبراهيم. سيد إبراهيم تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي. مساء الخير سيد سليمان. أهلا، مساء النور لك وللأخ إبراهيم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد سليمان. مرة أخرى عملية لتبادل الأسرى، وسط الحديث عن أن هذه الخطوة تأتي في إطار أوسع قد يأخذ شكل الصفقة، ما تعليقك؟ أولا ينبغي الإضاءة على المحاولات الحوثية السابقة للحوار مع السعودية وكيف كان رد المملكة العربية السعودية. طوال الفترة الماضية كان الحوثيون يطلبون من ممثل الأممي إسماعيل والشيخ أحمد أن يتوسط لهم بحوار مع المملكة العربية السعودية، وقد رفضت المملكة هذا الموضوع، وظلت ترفض هذا الموضوع رغم تمنيات الممثل الأممي بأن هذا سيكون يعني إجراء من إجراءات توطيد الثقة و يعني مدخل جيد لتسهيل المفاوضات، ولكن المملكة رفضت. هذا أولا. ثانيا، عندما اختنق الجانب يعني وصلت الجانب الإنساني في اليمن إلى مستوى كارثي، وعندما تلوثت بيئة الحدود بالجثث وسمومها وروائحها، كان هناك في واقع الأمر حاجة لتدخل يعني صحي وإنساني ويعني بيئي، لأن الوضع وصل على الحدود إلى مستوى كارثي، يعني حتى أن يعني أصبح الوضع يهدد الجنود السعوديين بالأمراض والأوبئة، والمناطق الحدودية كانت ربما تكون مقبلة على كارثة وبائية أو بيئية. نعم. في هذا الوضع سمح بوساطة قبلية وضعت أسس الحوار في إطاره الإنساني والميداني، بين قوسين الإنساني والميداني، بحيث أنه يكون ممثلي الوفد السعودي جميعهم عسكريون وليسوا ساسة ولا رجال دولة. وينبغي في هذا الإطار الإيضاح بأنه عندما يكون الوفد السعودي عسكري الذي يفاوض أو يشرح أو يطالب، هذا يعني أن المفاوضات ذات طابع تقني ميداني فقط وليس سياسي، وهذا يعطي فكرة أنه كل ما يقال عن صفقات أو عن تفاهمات غير صحيح، إنما هذه دعاية حوثية تسوق للتقليل من جانب الحكومة والمفاوض الحكومي ولإعطاء الحرب طابع خارجي. نعم سيد سليمان. ثالثا إنه الحوثيين عندما هاجموا الحدود السعودية هم في الواقع أرادوا جر المملكة إلى الصراع، إلى الحرب الأهلية في اليمن. والمملكة ودول التحالف في واقع الأمر لم تدخل بجيوش جرار اليمن، يعني تدخلت بالتغطية الجوية وسلاح الجو وبفرق خاصة أو خبراء ساعدوا الجيش الوطني العتيد والجديد والمقاومة الشعبية التي كانت تنقصها الخبرة. فكان ضروري مساعدتهم بالتدريب والتسليح والدعم اللوجستي. ولكن سليمان عندما هجم على الحدود السعودية أراد جر المملكة ميدانيا بحيث تكون طرف في الصراع، وكيما تعطي فكرة أن هناك يعني اشتراكا سعوديا في الحرب الداخلية اليمنية. ولكن لما
جرت المفاوضات على تنظيف الحدود وتطهيرها من الجثث ومن الألغام وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهل صعدة مثلما كان الأمر لجميع المحافظات. طيب سيد سليمان، صيب سليمان، الـ 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 الوساطة القابلية التي أعلنت عنها السعودية مع الجانب الحوثي، يعني اليوم هناك أنباء عن تجدد القصف على الجانب السعودي من قبل الحوثيين، كيف نفهم هذا الأمر؟ يعني نفهم أن هذه الوساطة قد انتهت؟ هو بالواقع هذا يعطيك فكرة أنه ليس هناك صفقات، هذا أولا. ثانيا، هناك اعتقاد في الواقع، نحن ليسنا في الميدان ولكن كمحللين ومراقبين يعني يمكن لنا الاستنتاج، علي عبد الله صالح وجماعته ممرورين وتتملكهم في واقع الأمر بوادر قلق عميق من من التفاهم الحوثي مع السعودية على الحدود، وهما في واقع عبد الله صالح لديه يعني لدي خوف واسع وعميق بأنه لن يلتفت له في التسوية. وأنا شخصيا أعتقد أن الهجمات الحالية على الحدود ربما كانت مدبرة من علي عبد الله صالح، هذا أولا. وثانيا لا أستبعد الحقيقة، لا أستبعد أن الحوثي ربما يشارك في ذلك أو أنه قام في ذلك، ولكن هذا كله يعطيك فكرة أنه لا توجد صفقة سياسية بين الانقلابيين وبين المملكة العربية السعودية، وإنما هو محدود في إطار البيئي والإنساني والصحي لأمن الحدود بيئيا وصحيا ولتقديم المساعدات أيضا لجانب الحدود. وضحت الصورة. سيد سليمان العقيلي تكرم بالبقاء معنا، نعود إلى ضيفنا الآخر إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، برأيك هذه التحركات تأتي بشكل منفرد من الحوثيين وتمثل نجاحا للسعودية في فك ارتباط الحوثيين مع المخلوع، أم أنها تأتي في إطار قبول من جناحي الانقلاب ورضوخ للقرار 22/16؟ اعتقد جزء من كل ما ذكرته، تعرف انه هذا جزء من التكتيك التفاوضي، جزء من التكتيك يعني هناك ضغط دولي كما ذكرت على المملكه العربيه السعوديه وعلى التحالف العربي، لان ما يسمى بالميليشيات على الارض تحاول ارسال رساله للمجتمع الدولي بان هناك حرب على دوله فقيره، هناك حرب على اليمن من قبل التحالف العربي بشكل مغالط. انا اعتقد هناك تكتيك رفيع المستوى من قبل التحالف العربي والشرعيه من حيث جر الحوثيين اولا للتصادم بين جماعه صالح والحوثيين من جهه، وايضا هذا دليل واضح على ان انهم في 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 وضع مأساوي كبير من حيث انهم يودون الدخول في محادثات او تفاوضات او تفاهمات مباشره مع التحالف العربي من اجل حفظ ما تبقى من ماء الوجه. الجميع يدرك انه لن تكون هناك معادله عسكريه يصبح الحوثي طرفا فيها، لانه سيد ابراهيم تعرف القوات قوات الجيش الوطني في كل المحافظات الان بدات تنتشر، هناك تدريب كامل للجيش الوطني، هناك قريب 100,000 من الجيش الوطني الجديد في مختلف المحافظات الجنوبيه وايضا مأرب. يدركون تماما من ناحيه المعادله العسكريه انهم لن يستطيعون الوقوف لسنه اخرى امام التحالف العربي وامام قوى الشرعيه، فهم الان يحاولون يعني يودون ان يجروا السعوديين والحكومه الشرعيه الى استراحه مقاتل، لكن الطرف الاخر يدرك تماما بان هؤلاء لا يثقون بهم، انا اقصد هنا الحوثيين وصالح، ليس لهم ثقه لا في الداخل ولا في الخارج. نعم سيد إبراهيم، يعني التفاهمات والتحركات، ما وزن هذه التفاهمات والتحركات على مسارات الحرب والسلام بشكل عام؟ هل نحن فعلا على أعتاب إيقاف الحرب والتوجه إلى المسار السياسي؟
أنا في اعتقادي العمليات والمسرح العسكري سيستمر حتى إذا كان هناك اتفاق، إلا في حالة قبل الحوثيون والصالح بتسليم كل أسلحتهم إلى الحكومة الشرعية والدخول في مثلا حكومة وطنية جديدة. لكن في اعتقادي لا الداخل اليمني ولا الخارج يثق بالحوثيين ولا بصالح، فقد يعني دخلوا بمحادثات معهم في السابق، كان هناك الحوار الوطني، كان هناك وثيقة الحوار الوطني، كان هناك مسودة الدستور، كان هناك اتفاق حتى السلم والشراكة الذي ساقه الحوثيين وصالح بأيديهم، لا أحد يثق بهم من هذه الناحية، فلذلك الآن يتم مراوغتهم بنفس الطريقة التي كانوا يراوغون بها القوى الوطنية في الداخل. في اعتقادي أنه المضي قدما ربما يكونون من المشهد السياسي الديكوري، ولكن من ناحية الجوهر لا أعتقد لا الحكومة الشرعية ولا القوى الوطنية في الداخل ولا القوى الإقليمية ستوافق على بقاء صالح والحوثيين كقوة عسكرية في الداخل، لأنهم لن يكرروا نفس الأخطاء التي كرروها في الحرب عندما أبقوا صالح كما هو بحصانة وأبقوا الحوثيين بسلاحهم ومن ثم جر الإقليم إلى حرب في اليمن. أنا أعتقد هذا السيناريو لن يكرر ولن يقبلوا بتكرار ذلك السيناريو، فسيدخلون ربما كما ذكر الولد الشيخ في آخر مؤتمر صحفي له أنه سيكون هناك أولا نزع السلاح، تسليم بالنسبة للحوثيين وصالح الانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي وهي تطالب الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ووقف العمليات القتالية كما تدرك. نعم وضحت الصورة سيد إبراهيم. ولد الشيخ يقول لا يذكر حتى الدخول في شراكة حكومية أو في يعني إنشاء حكومة جديدة يكون جزء الحوثيين منها قبل النقاط الثلاثة التي ذكرها. سيكون في وجهة نظري الوضع معقد جدا، هناك سارات في جميع، ارتكب الحوثيين وصالح جرائم بحق الإنسانية وتدمير منازل وبيوت في جميع أنحاء اليمن، فلا أعتقد أن اليمنيين سيتسامحون معهم بمجرد اتفاق سياسي، هم قد اكترثوا يعني جرائم بحق هذا الشعب سيحاسبون عليه عاجلا أم عاجلا. الوضع معقد، لا أعتقد أنه سيتم حل المشكلة اليمنية الجوهرية فقط بمجرد اتفاق في الكويت أو غير الكويت، لأن المسألة لم تعد حتى مسألة فقط تصالح بين قوى سياسية. الناس يتحدثون عن مشروع الفدرالية، أنا في اعتقادي أن الحرب كله على مشروع الفدرالية في اليمن، لأنه سيسحب كل القوة والثروة من ما يسمى بالمركز المقدس أو مركز الشمال، والحرب كلها هي على مخرجات الحوار الوطني، لأنها كانت ستعطي اليمنيين بعض من الشراكة في السلطة والثروة لكل اليمنيين وفي كل مختلف المحافظات وعلى وضحت الفكرة سيد إبراهيم. هذا هو الحرب الحقيقية أصلا. نعم وضحت الفكرة سيد إبراهيم، نشكرك على تواجدك معنا في حلقتنا هذه الليلة، شكرا لك. سنعود الآن إلى ضيفنا الآخر من الرياضة الكاتب السعودي سليمان العقيلي. سيد سليمان، البعض يتحدث عن أن غياب الحكومة الشرعية الواضح عن هذه التفاهمات يعني أنها فعلا صفقة، أو كيف يمكن تبرير توجه السعودية منفردة في الوقت الذي يجب أن يكون أي اتفاق مع الحوثيين يأتي على طاولة المباحثات السياسية التي يجري التحضير لها برعاية المبعوث الأممي؟ أنا وضحت وأوضح أكثر أخي الكريم أنه الحرص السعودي كان للأسباب اللي ذكرتها الإنسانية والصحية وفي سبب سياسي جوهري أيضا، لكن لم يصرح الجانب السعودي بهذا، يعني بالمسألة البيئية وغيرها، هذا ما سمعناه منك. نعم لكن هم تكلم عن الموضوع الإنساني أيضا، الجانب الصحي جزء من المنظومة الإنسانية. نعم. لكن في جانب سياسي، إذا نجحت السعودية ألا تكون جزءا أو طرفا من العملية السياسية فهذا إنجاز لها، لأن الحوثي عندما هاجم الحدود السعودية أراد أن يقول للعالم بأن هناك عدوا خارجيا أو عنصرا خارجيا دخل في الموضوع الوطني، وإذا المملكة نجحت في تأمين الحدود
وفي تبادل الأسرى وإنهاء هذه الصفحة، وتركت اليمنيين مع حكومتهم يتفاهمون. أعتقد أن هذا أيضا نجاح سياسي، لأن المملكة لا تريد، لا المملكة ولا دول التحالف لا تريد أن تكون جزء من العملية السياسية، ولا أصلا اليمنيين يعني المخلصين والوطنيين يريدون ذلك. وأعتقد أن هذا نجاح للمملكة أنها تنهي هذا الموضوع المعقد على حدودها الذي أراد الحوثي إقحامها فيه. نعم. إذن المحلل السياسي السعودي كنت معنا من الرياض سليمان العقيلي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سينضم إلينا الآن من تعز المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي. مساء الخير سيد عبد الهادي. يا مساء النور أخي. سيد عبد الهادي، في حين تقوم الميليشيا بإطلاق سراح جنود سعوديين، لا تزال تقوم باختطاف الآلاف من اليمنيين بدعوى أنهم مؤيدين للعدوان، كيف يمكن فهم الأمر؟ بالنسبة لموضوع إطلاق مع الأسرى السعوديين هي جزء من ما سمي بحسن النوايا التي تقوم به الميليشيا فيما يخص النزاع على الحدود. أعتقد أن السعوديين الآن استطاعوا تأمين المسألة الحدودية في محافظة الجوف وصعداء حد كبير، ولم يبقى إلا هناك جبهة مفتوحة واحدة وهي في حرب. يسعى الحوثيين بشكل عام إلى إثبات حش النوايا، وهذا المسعى بعد المفاوضات، في حين لا زالوا يحاولون إلزام القوى الداخلية بعملية تحسين وضعهم التفاوضي عبر ممارسة ضغوط اختطاف قيادات، أيضا الضغط على بعض الأطراف، أو أن صالح يختطف هؤلاء باسم الحوثيين إن كانت المسألة بهذا الشكل. فهناك قوة ثالثة، وأن الحوثيين في هذه الفترة هم يعانون من حالة انقسام. الجماعة العسكرية التي تتبع أبو علي الحاكم هي من تقوم بعملية الاختطاف داخليا، في حين التفاوض يتم على الجناح السياسي بقيادة الصمود ومحمد عبد السلام. نعم سيد عبد الهادي، في الأمس يتحدث ما ذكرته محمد عبد السلام عن أن هناك تفاهمات مع الجانب السعودي، أين هي الحكومة من هذه التفاهمات؟ هذه التفاهمات ترتبط بمسألة الحدود. قدم الحوثيين أنفسهم كحراسا للحدود الجنوبية السعودية، وهذا يتناقض مع الخطاب المعلن من قبل هؤلاء. هم الآن يحاولون إثبات حسن نوايا مع المملكة العربية السعودية كزعيم للتحالف، لكن على المستوى الداخلي لا زالوا يحاولون الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القوة من حتى مرور المفاوضات. ومع الحوثيين في وربما منهار تماما القوة الحقيقية بيد صالح، هناك جناح موجود داخل الحوثيين تزعمه محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم، وهؤلاء هم المتحكمين في الجناح العسكري داخليا، لكن الوضع السياسي الذين يقودون التفاوض يحاولون قدر الإمكان أن يكونوا جزء من مسألة التسوية الأخيرة. وهم قدموا كما تطرح كل الأوساط والمؤشرات، قدموا ضمانات كاملة للالتزام بقرار مجلس الأمن 2216. هذه أحد الوسائل لمسألة إثبات حسن النوايا، وقد تتبعها إجراءات أخرى. نعم سيد عبد الهادي، هل يمكن القول أن السعودية اختارت التعامل مع الحوثيين بعد أن لمست فشل السلطة الشرعية خلال الفترة الماضية؟ لا، هذه المسألة لا أعتقد أنها تسوق لهذا الشكل، هي ليست فشل، لكن المفاوضات بشكل عام تقودها الحكومة، وخلف المفاوضات هناك ذراع عسكري. المفاوضات هي حوار وانعكاس لما يجري على أرض الواقع عسكريا. هذه الأطراف تحاول قدر الإمكان تخفيف الضغوط، تحسين وضعها التفاوضي. هي بشكل عام أعلنت حالة استسلام كامل أو حالة هزيمة تامة، لكن بدأت تتحاور مع الطرف الأقوى. هي تبحث عن ضمانات من قبل حكومة عبد ربه والحكومة الشرعية حتى لا تتعرض للمساعدة والضغط مستقبلا، فهي تسعى إلى تقديم ضمانات للخارج أكثر من الداخل. هذا بشكل أساسي.
تحاول إثبات حسن النوايا، هناك حالة سباق لتقديم حالة الاستسلام ما بين صالح والحوثيين. نعم. وكل يحاول أن يطرح أن الطرف الآخر هو شريكه الأسرار. نعم سيد عبد الهادي، إذا ما مضت الأحداث نعم إذا ما مضت الأحداث باتجاه تسوية سياسية وإيقاف الحرب، ما التأثير الذي ستخلفه على المشهد السياسي خلال الفترة القادمة؟ لا أعتقد أن التسويات سوف تكون كما يتصور البعض، وهناك من يطرح أنه أن المسألة سوف تقضي بحكومة وحدة وطنية، في حين هناك طروحات أن كل الأشخاص الذين كانوا قادة مباشرين للحرب هؤلاء لن يكونوا ضمن أي عملية تسوية مستقبلا. نعم. باعتبار أنها هؤلاء لطخت أيديهم بالدماء. ولا أعتقد أيضا أن مسألة حسن النوايا بإطلاق الأسرى كافية من قبل الحوثيين، لكن خطاب الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي العسيري أدخل الحوثيين في حالة التزموا بقرار مجلس الأمن كطرف في التفاوض القادم، وفي هذه الحالة يتم التفاوض معهم كطرف وليس جماعة انقلاب، وهذا فرق كبير بين الحالتين. التفاوض هنا كطرف أي مجموعة سياسية، لكن كطرف انقلاب هي التفاوض مع قوة عسكرية تفرض وجود قوي على الأرض. نعم. استبعاد صالح معناها استبعادا للانقلاب، وهناك حالة لتمثيل المؤتمر الشعبي العام بدلا عن صالح، وهي حالة الرياض أو حالة ما سمي المؤتمر الشعبي المقيم في الرياض. نعم. لكن بالنسبة للحوثيين أعتقد أن هناك بوادر انقسام بين جناحهم العسكري المتقدم المقيم في صنعاء الذي يقوده محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم، وما بين جماعة السيد المقيمة في كوف مران. نعم. هذه حالة من الانقسام، في حين الجماعة السياسية تتخلى أو تبرز كأنها متخلية عن العسكريين، وقد نشهد في الأيام القادمة نوع من حالة الانقسام بين هذه الأطراف، وربما تكون هي بداية الفشل الحقيقي لهذه الجماعة. نعم أشكرك المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا لك. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف من الرياض، كان معنا الكاتب السعودي سليمان العقيلي، وأيضا من نيويورك المحلل السياسي السيد إبراهيم القعطبي، والشكر أيضا للسيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي الذي انضم إلينا مؤخرا، كما أشكر طاقم العمل وفي الإعداد الزميل كمال حيدرة، والشكر لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة. إلى الملتقى، أترككم في رعاية الله.